دلوقتي هنرجع مرة تانية لجمانة ونعرف منها آخر الفعاليات في مهرجان العالمين واستعدادات بكرة تبقى عاملة ازاي. مرة تانية يا جمانة عايزين نعرف ايه اللي بيحصل دلوقتي معاكي في العالمين وبكرة مستنيين ايه؟ اهلا بيك يا بسنت مره تانيه واهلا بالساده المشاهدين. انا لسه معاكم من على الممشى. طبعا تابعنا معاكم الفعاليات اللي كانت موجوده متعلقه بوزاره الثقافه والفرق الاستعراضيه اللي كانت موجوده. يمكن شفنا اكتر من عرض ان كان برنامج السيرك القومي او حتى الرقصات الفولكلوريه اللي كانت موجوده هنا، وكان في حقيقه تواجد كبير جدا من قبل المواطنين زي ما تعودنا على مدار الايام اللي فاتت بالرغم من ان احنا في منتصف الاسبوع. تابعنا كمان معاكم ماتش البادل اللي كان ما بين فريق الكابتن احمد حسن وكمان كابتن سيد معوض وفريق اخر، وكمان تابعنا مع حضراتكم النشاط الباراموتر او الباراموتر سبورت. والحقيقه الفعاليات لسه مستمره ولكن هتبدا خلاص فعاليات نهايه الاسبوع اللي بتكون الاقوى طبعا والاكبر. لسه كمان مستمر معانا فقرات وانشطه رياضيه، هيكون معانا ان شاء الله من يوم 18 حفل ماجده الرومي، وكمان حفل الفنان قادم الساهر، وبعد كده حفل الفنانه ماجده رومي اليوم التالي يوم 19. يوم 18 كمان هيبدا عرض مسرحيه فيلم رومانسي. يوم 18 كمان فيها هتبدا بطوله كره السله، وفي فعاليات مستمره معانا زي فعاليات السيرك القومي وغيرها من الفعاليات الثقافيه، وايضا الانشطه الرياضيه مستمره. وزي ما سمعنا من استاذ هشام ادريس خلال لقائنا انه هيبدا خلاص قريبا جدا رالي، يمكن هو هيكون الاكبر والاطول، وهيكون هيدخل وهينافس في موسوعه جانس. في تفاصيل كتير جدا حقيقه بسنت، كل يوم بنكتشف فعاليات جديده وبنكتشف انشطه جديده وبنكتشف كمان مفاجات جديده محضرها لنا اداره المهرجان. وطبعا احنا مع الساده المشاهدين على مدار ايام المهرجان كلها لغايه 30/8 هنستعرض لحضراتكم لحظه بلحظه اللي بيحصل هنا، وتابعونا كل يوم عشان هيكون معانا مفاجاه جديده. برجع لك بسنت مره ثانيه. شكرا ليك يا جمانة، وبالفعل زي ما انت قلتي يعني نهاية الأسبوع هتبقى قوية جدا. يعني احنا في انتظار حفل النجم الكبير كاظم الساهر اللي ليه محبين من جميع أنحاء الوطن العربي، والنجمة القديرة طبعا الست ماجدة الرومي اللي ليها أغاني كده يعني عايشة في ذاكرتنا وأذهاننا من يعني من زمان لغاية النهاردة، ومهما اختلف الأجيال احنا برضو بنغني أغانيهم وبنحبهم. نجوم كبار ليهم شعبية كبيرة جدا مش بس في مصر لكن زي ما قلنا في الوطن العربي. فالويكند ده هيبقى في العالمين حاجة تانية وحاجة مختلفة، لكن احنا هننقل لكم لحظة بلحظة كل حاجة بتحصل على أرض مدينة العالمين الجديدة، سواء من أعمال وحفلات فنية أو فعاليات رياضية وكمان ثقافية. وزي ما كانوا بيقولوا كمان في أو غدا هو أولى عرض مسرحيات في مدينة العالمين الجديدة، واحنا كمان هننقل لكم الفعاليات وردود الفعل والأصداء هناك هتبقى عاملة ازاي. فخليكم متابعينا إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد، انتظرونا.